رح نتابع هلا مع كندا وأرض وورد. كل اللي حابين يطرحوا اي سؤال على كندا هي موجوده معنا بالاستوديو، وايضا كل اللي عندهم اسئله وصلت من قبل على الواتساب رح اجاوبكم عليها هلا مباشره على الهواء. كندا صباح الخير. صباح النور. يا اهلا وسهلا. كيفك؟ صباحك اشتقنا حبيبتي. كندو رح نبدا باول سؤال، سؤال هيك عن حدا عم يزرع بقلب البيت عنده بجنينه، يعني عم تسال انه فيك تخبريها ليش النعنع بيصير بني او اسود حتى لما بتغسلهم؟ هل وهن هدول من الجنين الخارجيه مثل ما قالت؟ اوكي هلا رح نشوف الصور يلي بعتتهم صاحبه السؤال. ما بعرف اذا بيصيروا بني وقت اللي بتغسلهم بس، ولا هن بني بال يعني ولا هن عندهم استعداد اوريدي؟ ايه بس لا او هن يعني لو هن جايين هيك من الشركه يعني بصير مبين هيدا الشيء. بس اجمالا نعرف شغله، هيدا الاسوداد هو نوع من الفطر بركي، وبيصير هيدا الشيء وقتها بيصير في مي زياده على النعنع. النعنع من النباتات يلي ما بيحب المي وبيحب الشمس، يعني ما كثير بدنا نقارن النعنع بالحبق، ما بيشبهوا بعضهم ابدا. الحبق من النباتات اللي كثير طريه اكثر، يلي ما بتتحمل الشمس كثير، ما بتتحمل العطش كثير، بينما النعنع بالعكس لازم ينحط او ينزرع بمحل كتير مشمس، واذا كان كترنا مي ممكن يصير في عندي هيدا الشيء. عم تحكي هون على يعني هو واحد عم يزرعهم ولا حتى لما بيغسلهم؟ وقتها بيكونوا موجودين بالجنينه. ايه مش لازم انه ينسقوا، يعني قديش تقريبا معدل هون يعني بيعز هلا بطاقه الشمس مثل ما بيقولوا؟ مزبوط. هلا إيه مثل هالايام هلا الشوب بنسقي عاده يمكن كل يوم، بس بدنا ننتبه كميه المي اللي بنسقيها، وبدنا ننتبه نحن ارضنا كيف، يعني ممكن يكون بتسرب المي كتير بسرعة أو لا، بيقدر يكون يوم أي يوم لا، بس ننتبه إنه ما كتير دايما يضلون رطبين وبالمي. وحسب الارتفاع أكيد، إذا زارعينه على الساحل ايه بدنا انه نسقي كل يوم، بس اذا كان على اماكن مرتفعه اكثر لا، يمكن كل يوم اي يوم لا، مش اكثر من هيك. بتصير بتحسي انه ريحه النعنع بتطلع احلى وقت اللي بشوي بيعطش وبيرجع بيشرب مرة تانية، وأكيد بده شمس كتير لحتى يمشي حاله، لحتى تطلع النعنع مش كتير طرية، لأنه النعنع ورقة النعنع إذا كتير طرية ما رح تطلع طيبة، رح تطلع سودة مثل ما نحن شايفينها هون، بتطلع مرة. إذا كان رح ناخد منى من أهلا وسهلا منى. أهلا فيكي. صباح الخير منى، تفضلي عم تسمعي كندا. أوكي، أنا عندي شجرة جردينيا. الورق صباح النور، كيفكم؟ صباح النور، اهلا وسهلا. الورق تبعها بس دسه بلقته طعمته حلوه. اوكي، في عليه شيء؟ عليه اسود؟ وعندي شجره فل عليه اسود من قفاه مثل دبوس الابر، هيك العقصة تبعيته ولونها بنية. اوكي، والفل بدنا نطلب منك بس منى توطي صوت التلفزيون وتسمعينا من اباريت تليفون حتى نقدر نسمعك مزبوط وتسمعينا. اوكي حبيبتي. اوكي تفضلي. في عندي شغلة تانية، في عندي شجرة فل ما بجرب عدة مرات اني افصل منها لحتى لي ازرعها، ما بتطلع دي بس دغري، وهلا هي كثير شلوح تبعها طويله وبتبلش من شهر ايار تزهر، وبعدها لهلا عم بتزهر ومش عارفه شو بدي اعمل فيها. اوكي ما بدك تعملي فيها شيء، خليها تزهر. بس انا بدي اعرف اذا بدك تزرعيها. هلا عاده افضل وقت هو ان كان للجردينيا او للفل هو بشهر نيسان ايار، بناخذ منها فسخه تقريبا 15 سنتي وبنشيل منها الزهور يلي موجودين، يعني اذا الفسخه اخذتيها مزهره شيلي منها الزهره، شيل الوراق قد ما فينا وبنزرعها. مهم انه يكون في عندي عقده بالتراب وعقدتين او ثلاثه او حتى عقدتين بكفي برات التراب لحتى لي العقده يلي بالتراب تشرش. بس اللي بدي اقول لك اياه انه ايه الفل منه بالهين، يعني منه نبته هينه انها تعطيني شروشه، مش هيك
صرنا شوي شوي عم نفقدها وعم نشوفها قليل ببيوتنا كمان، لانه منه هين البرودكشن او الانتاج تبعها انها تشرش. بس ما بيمنع انه دائما تجربي، بما انه عندك نبته حلوه كثير وطويله وعم تقولي روحها طالعين 15 سنتي لحتى يكون الغصن شوي منه كثير طري، يعني بدك توصل للمطرح يلي هو منه طري بس كمان منه مخشب. اوكي رح ناخذ هدى. صباح الخير هلا برجع بجاوبها على الجردينيا بس هناخذ هدى. اوكي صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا، تفضلي كندا عم تسمعي. انا عندي فله. نعم. فله مليانه اسم الله، تفتح نتفه تصفر وبتروح. هيدا قد ايه يعني نتفه؟ نعم قد ايه يعني بتفتح نتفه؟ كم بتفتح؟ ايه ما بتلحق تفتح مظبوط. اوكي شوفي فرد القمر وراح. اوكي من اي انواع عندك اياها؟ اللي كثير مكبسه ولا الناعمه؟ لا لا لا، رنفل الريح بتفتح القلب. عم تحكي رنفل او فل؟ نعم. شو قلنا، رنفل ولا فل؟ مش سامعه. قلتي لي فل اول شيء، اللي عم تقولي لي رنفل. اي صنف؟ ايه عم نحكي عن اي نبته؟ عن القرنفل. رنفل. رنفل. ايه لانه سمعت فل اول شيء. القمر بيطلع مثل المشط. اوكي. وبيطلع يعني قد البيضة. اوكي. بتفتح كلها سوا؟ بعد ما فتح مظبوط بتشوفي الصفر وبيبس. اوكي. بدنا نشوف اذا في عليه شيء، في مثل نقط بيض، يعني بتحسي انه في مطرح مثل كانه مطرشه النبتة بابيض؟ لا كلها طمطة. حطت للتراب وبظبطها ودايما بنكشها وب اوكي. اكيد في عندك شيء مشكله بال، يعني في نوع من الحشرات يلي عم بيجي، مش هيك عم بسالك اذا في نقط شوي على ابيض موجودين على الـ على الـ على القرنفل. هيدا عاده بنلاقيه على القرنفل اذا كان مزروع بالارض، اذا كان عندنا بيتونيا او حتى التاجات اقل او نوع من الديزيز يلي بنزرعها اقل، وهو نوع من المانيا اللي بيجي على هيك انواع من النباتات يلي بتكبر بسرعه بالموسم. بدنا نستعملها الطرق يلي دائما بنحكي عنها هدى اذا عم تسمعينا، يلي هي ان كان مي وصابون او ضغط المي القوي، بس مش بالاوقات المشوبه كثير من النهار، واذا ما مشى حال بدنا نلجا للمبيدات نجرب قد ما فينا يكونوا البيولوجيه يلي ما بتاذي ابدا. رح ناخذ غادة. كندا صباح الخير. غادة صباح الخير. صباح النور، تفضلي كندا عم تسمعي. كيف حالك كندا؟ تفضلي. اهلا وسهلا. مدام كندا بدي اسالك في شغله غريبه عم بتصير عندي من سنتين. في عند في دود بالشتل، في نوعين من الدود، نوع بيعلق راسه هيك يبقى بالهواء، وفي نوع ثاني هسه انا برش بمبيد حشري، بس بدي اسال اذا بيزبط الوصفات الطبيعيه، الثوم والحر وهالشغلات. ايه بس شو هو نوع الدود؟ وين بتلاقيه، على الشروش ولا بال على النبته؟ على الورق فوق، دود صغير كثير وبتعمل مثل بيت العنكبوت هيك بتحاول تحالها فيها. اوكي. رشيته مبيد حشري وعم شيلهم هيك بالايد. ايه بس صغار كثير هن وكثير كثير كثار جايين على السكله ما هالمره، واحيانا على النعنع على الشاي على هيك. اوكي. ايه هلا بينفع هدول كلهم الطرق، بتنفع الفليفله بتنفع. اوكي. نعم. وبتعرفي وصفه الوراق البندوره؟ لا هاي جديده. اوكي لازم نعمل حلقه عنها كمان اذا كان، لانه هلا موسم والبندوره بيكون فيها اوراق كثير. نعم. بنقدر انه ناخذ الوراق ومثل نغليهم والعصر العصير تبعولهم كمان نستعمله كمبيد لهيك انواع من الحشرات. طيب هني كمان جايين على ورق البندوره كمان؟ ايه. اوكي بس وقتها بيكون كثير، لانه هيدا العصير ورق البندوره بيجذبها لهيك انواع من الحشرات، فوقتها بيصير مركز اكثر بيصير بينفع. شغله مهمه. شكرا. اوكي. بركي شي نهار بنرجع بنحكي بالتفصيل اكثر عن هيك. يرجعوا ينعادوا. اوكي. شكرا كثير. يا هلا يا هلا غاده.
اوكي بس بدي جاوب على على الجواب. الجاردينيا كانت عم تقول انه عليها مثل الدبق وبتحسه سكر، يعني بتحس انه له طعمه سكر. نحن من فتره كمان حكينا عن هالحشرات يلي هي المان، يلي هي النمش، يلي هي حتى البرغش او الدبان الابيض. هدول كلياتهم حشرات بيجوا عاده على الجاردينيا وعلى غيرها من النباتات المنزليه، ويلي كثير بيفرزوا ماده بسموها ميلا، يعني هي نوع من العسل اذا بدك. مشان هيك بيعملوا عسل، بيقولوا عسل على المن، يعني على السنديان، يعني على من السنديان، لانه بيفرز ماده هي سكريه طعمتها حلوه. ومشان هيك بيجي بعد منها على النباتات نوع من الشحبار الاسود بيقولوا له، يلي هو بيربى على هالعسل هيدا. يعني سايكل طويل عريض. عن جد بتتفاجئ قديش الطبيعه في عندها اشياء بتبهرك اوقات كثير. صحيح. بس الخلاصه هو انه وقتها بيكون نبته عم تدبق هيك وهي عادة ما عندها السمغ، يعني مش مثل الأرزيات أو الصنوبريات، معناتها في عنا واحدة من هالحشرات يلي ذكرناها. وعادة كل هالطرق يلي عم نحكي عنها هي بتنفع لهيك أنواع من الحشرات، خاصة إذا بوقت مبكر، يعني إذا ما صارت النبتة بحالة كتير تعيسة قبل ما إذا نلحقها بيمشي حالها كتير منيح. في سؤال أنه شخص هون أو قريت هالموضوع على الفيسبوك وهي عندها نفس النبته بالبيت، رح نشوف هلا صورهم. الخلاصه انه هل اذا حط ولد عندها بالبيت انه يحط ايده على هالنبته يتسمم، وحتى ممكن هالشيء يؤدي للوفاه، وشو رايك بالموضوع؟ اوكي، عم نحكي عن نبته يلي هي الديفنباكيا، وهيدي نبته منزليه كثير موجوده وكثير متداوله وبنشوفها كثير وبنعرفها كثير. هلا مظبوط انه هيدي نبته السوائل يلي فيها او النسر يلي فيها هو سام، بس مش لدرجه انه اذا دقر الولد الورقه بيتسمم ودغري بيموت، لا مش لا مش هالقد، يعني بده يكون كميات كبيره، يعني بده يكون لعب فيها كثير واكلها بركه للورقه لحتى يصير عنده عن جد مشكل حقيقي. بس عاده الديفنباكيا من النباتات يلي اذا كان في اولاد بنفضل انه ما تكون موجوده، وحتى اذا كان في حيوانات اليفه بالبيت بنفضل وببرحشوا بال التراب بنفضل انه ما تكون موجوده، لانه خاصه اذا ولد حط ايده عليها رجع حط ايده بتمه ممكن يصير في مشاكل معويه، مشاكل بالجهاز الهضمي اكيد، يعني نوع من التسمم. بس منا من النباتات يلي هالقد السم تبعها يعني مخيف مخيف انه دغري يصير في عندي حاله كثير خطره، لا. بس ممكن يصير في انزعاجات معويه، واذا كان اكل منا كميات، يعني مسك الوراق وبلش ياكله، رح يصير في عندي ساعتها مشاكل خطره. سو يفضل مثل ما قلت اذا في اولاد صغار او حيوانات اليفه ما تكون مزبوط موجوده قدامهم، بدل افضل واحد اذا بده يبعد شوي عن اي خطر ممكن. صحيح. يصير هون كمان سؤال انه الزريعه اللي عندها متنوعه، شتل اخضر زهر وحمضيات، وعلى بلكونين وداخل البيت تقريبا الكل صار عليهم ابيض، بس ما في حشرات وما في تدبيق، رشه مي وصابون وخل ابيض مع نقطه واحده من الاوتجافيل، وصارت رششتهم مرتين. في وحده الهيئه ما كانت منتبهت لها هالوراقه، قصتها وتركت الجذور، هي اول اصابه عندها. أوكي. وبالكون الصالون كان مسكر بزجاج، شريت له شبابيك لحتى يتهوى مزبوط، بس عم بيطول التراب لحتى ينشف. اوكي، هلا كل المؤشرات بعد ما شفت الصور، هلا بنشوفهم سوا اذا كان في صور، بس كل المؤشرات صورة بتقول عم بتقول في مثل بودره بيضاء والتراب عم بيطول لحتى ينشف، وفتحت الشبابيك تيصير في تهوئه افضل، معناتها انه في عندي هواء محصور مشان هيك ما عندي التهوئه الجيده. وهذا الشيء اللي عم نشوف على الوراق هو تماما الشيء اللي بيصير، يلي هو رمد، نوع من الفطريات يلي بتصير عاده، بتصير مثلا على الورد، بتصير على اكثر شيء النباتات يلي بنعرفها العريشه، اوراق العريشه، وخاصه بالفتره يلي هي بشهر اب، يعني بتصير باوغست، لانه ببلش خاصه باخر الشهر ببلش يصير في عندي المساء طقس بيصير الطف بكثير، يعني باخر اب نحن ببلش بصير المساء الطف بكثير وبكون كثير شوب بالنهار، وحتى اذا كان على شوي مرتفعات بصير في ندي بالليل.
فهيدا الشيء كثير بحبذ انه يصير في عندي امراض مثل الرمد. الرمد عنده كثير مبيدات موجوده بالاسواق اللي هي صديقه للبيئه وما بتاذي وبيسوى انه نستعملها. الاشياء اللي كنت عم نذكرها قبل شوي ما بتنفع لهيك امراض لانه عم نحكي عن فطريات مش حشرات. مي وصابون وخل لا بالعكس رح يزيدوا رح يزيدوا المشكل لانه عم بتزيد رطوبه على الورق. فاذا هي الفكره هو وقتها بيكون في عندك حراره مرتفعه وبعدين في عندك بالعكس لطافه بالجو مع رطوبه وثاني يوم بيرجع بيصير في شوب، هيدا الشيء رح كثير يشجع انه يصير فيه الرمد. لا مبيدات خصوصي لها ومثل ما عملت كثير منيح انه فتحت الشبابيك يصير في سيركيلاسيون مضبوطه للهواء، هيدي شغله كثير بتنفع. خاصه انه اسم الله الحراره مش مرتفعه والرطوبه مش مرتفعه هدول هلا يعني موسمهم يعني صحيح. اكيد عايشين بعزهم هلا. بنشوفك نحن بنرجع ان شاء الله كندا بعالم الصباح، رح نتابع محطاتنا بعد لحظات مع صعب كثير مع دكتور غسان، خليكم معنا.